تونس رانا ماناش وحدنا، احنا منطقه يجونا الاجانب برشا، احنا عندنا الجاليه الليبيه ما شاء الله جاتنا في وقت ما جات برشا، عندنا الجاليه الجزائريه تزورنا في كل وقت وكذا، وعندنا برشا معناها اجانب يعاونونا يدخلونا معنا، هذا كيزم يعملوا لهم البرنامج نتاعهم في 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 الاستهلاك. كنقولوا كان احنا ماناش 10 ملايين، احنا نفوتوا ال 10 ملايين برشا. لازم الدوله تقرا حسابك اللي يجينا من برا زاد. اللي قاعد يجينا من برا، هذاك قاعد يستهلك في تونس، يستهلك معنا كما يستهلكوا احنا. فهمت ولا؟ شنو مشاكلكم؟ والله مشاكل المهنه، كل مهنه عندها مشاكلها. اي انتم بالذات احنا مشاكلنا توا ماهيش ما عندناش مشاكل كبيره بالنسبه لنا، احنا تنقلنا احنا الكوش فما صنفين، فما صنف مصنف اللي هو ياخذ تعويض وياخذ فرينه مدعمه، وفما صنف غير مصنف هذاك اللي يخدم على روحه ويخدم باتيسيري ويعاون روحه بشويه باكيت وكذا، اما احنا اصحاب المهنه اللي عندنا الرخص اللي معترفين بها معناها اللي تابعه ديوان التجاره وتابعه الدوله اسمها المخابز المصنفه هذيك تاخذ الفرينه حسب المنطقه حسب عدد السكان معناها كوتا قداش يعطوك فرينه حسب العمال اللي عندك يعطوك نصيبك من الفرينه كل شهر تاخذه مع الفابريكا مع الفرينه ما يخصوش عليه ما صارش عندنا ازمه يكذب عليك ما عندناش ازمه ما تاخذش بالكل كل ما الساعات هو يوم في الساعات ما نقصوش احنا اللي عندنا الخش مصنفه ما ينقصوناش الكوتا تاخوها اما شويه لافه في كي راهو حاجه قلت في تونس ولا ولات ما عادش عندنا هكا احنا عندنا كنا عندنا برشا فويت في الخبز لوحوا برشا خبز معناها ناكلوا ونلوحوا توا براسك بدينا نرجعوا كان نستهلك ما عادش لوح خذ قد ما تستهلك تستهلك كعيبه باكيت خذ كعيبه باكيت واش تاخذ خمسه وتاخذ اربعه على خاطر السوم رخيص حتى السوم عنده دور احنا في تونس توا السوم نتاعنا نتاع المواد الغذائيه بصفه عامه الخبز والمقارونه والكسكسي والسميد رخيص ياسر عالميا معناها احنا فاتونا برشا الاسوام هربوا علينا اش باكيت ب 190 مليم معناها ما تكلف والتكلفه نتاعها برشا غاليه تو تتكلف العام القاعد يخلص والمواد الاوليه اللي نستعملوها كيما الغاز كيما الخميره كيما المواد اللي نستهلكوا فيها كلها ولات غاليه ما عادش رخيصه الدوله قاعده تعوض لنا كل ما يصير غلاء في الضوء تزيدنا في التعويض كل ما يزيدنا غلاء في الخميره تزيد في التعويض الى وين ماشيين يا حبيبي وين ماشيين لازم يرفعوا الدعم شويه على الدوله ترى اللي يعني السعر هذا غير مناسب غير مناسب للدوله الدوله تو قاعده عندنا فويت كبير او الاستهلاك بكثره والسوم ما يتبقش ما يتبقش تو التكلفه غلاء احنا اقل حاجه تو قبل كنا نشري قطعه ب 20 دينار تو نشريها ب 100 دينار غلاء معناها عالميا مش احنا في تونس غلاء خاطر احنا الدينار التونسي قاعد يطيح قاعد السوم بتاعها يهبط وقاعد المواد الاخرى تطلع احنا كنا نساكم اذا القمح نتاعنا كي كان الدينار عنده على فالير كنا مثال تكلفنا ب 200 دولار تو تكلفنا ب 250 دولار ولا ب 300 دولار قلت ما عادش كيف كيف كل ما تطيح العمله كل ما السوم يزيد يغلى المواد السالكيه تزيد تغلى علينا فهمت خويا معناها الدعم لازم يمشي للمستحقين يعملوا شهاري للناس الفقراء ويطلعوا السوم ويناحوا الدعم بشويه بشويه على الاقل على مراحل سمعت لي برشا كوش مالو اللي هو الدوله ما خلصتهمش وعملوا ترابيط وواحد وكذا هذا موجود كوش مصنفة. انا كوش مصنفة انا بيدي ما خديتش انا شنو المشكل؟ والله قاعدين نصرفوا اكثر من اللي نصور معناها ما عادش عندنا ادخار تمشي للبنك تلقاها في الزيرو اللي في نفس البلاصه تمشي في البنك تلقاها روحك في الزيرو ما عادش تلقى ما عادش عندك الفاضل الخدام تلقاها شهر الكونجيات اللي تو ما عطيناهمش الخدامه بتاعنا تو ما خداوش كونجي تاع ملحة الانتاج والكونجي بتاع العام مازال ما عطاناش ما عندناش فلوس ونتراكموا من الدولة باش تعطينا باش نجموا نخلصوا ديوننا ونخلصوا مصاريفنا اللي تراكمت علينا وعلى معذورة دولتنا تو في أزمة اقتصادية إن شاء الله نخرجوا منها عن قريب ونطلقوا إن شاء الله ربي في مكان خير اللي يكون وطني ما يلزم يتحمل مع دولته شوية احنا نتحملوا مع الدولة بتاعنا كلمة للمواطن التونسي أن ياخو باكيت ما ياخوش ستة يستهلك حاجة ياخوها كان استهلاكه برك ما يلوحش في شهر راهو متكلف علينا بالسوم غالية الخبز هذاك كي تهز لوحة في البوبالة راهو ساكوتش فلوس لوح فيها في البوبالة والغذاء العالمي قاعد ينقص العالم كامل قاعد الغذاء احنا تو الأمطار ناقصة وربي يقدر الخير ماذا بينا نستهلكوا قد ما ناكلوا ما نستهلكوش أكثر من ناكلوا نعملوا إرشاد في الاستهلاك خويا
كلموا الناس راعوها في ما مش كذا. أنا الرأي واحد يجي أخو كعبة بقيت يأكل من الطريف ويلوحها في الزبلة عليه عليه، هذا غلط كبير حتى ربي ما يحبش. من بنعمة ربي كيف حدث خوي العزيز، استحفظ على النعمة به.